إخواني الأعزاء في قناة التجمع الدولي لطيور زينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع حلقة جديدة، ودائما يتجدد اللقاء معكم حول هذه الطيور الجميلة، فتابعونا وحلقة ممتعة إن شاء الله، وحياكم الله. حياكم الله أخواننا، واليوم إن شاء الله عدة محاور وعدة مواضيع بهذه الحلقة. الحلقة الأولى حول هذا الدجاج اللي هو اللي يسمونه الكوجي بالعراق أو السلكي بالإنجليزي أو الحريري الصيني، لأن هذا يكون مو مثل الريش، مثل الحرير بريشة الجميل، ويختلف بشكله وجسمه ايضا اصابعه، يعني الدجاج العادي المعروف بخمسة اربع اصابع، هذا بخمسة اصابع. خليته بالفقاسة خمس بيضات طلعوا ذول الاثنين، ولله الحمد والشكر، شيء جميل وممتع نربي هذا الدجاج الجميل. ومثل السمان اول ما طلعوا اول يوم اعطيهم الدبس والماء الدافئ، والان بدأوا ياكلون. اشتريت لهم من هذا الدود القنبز، العفو الدود البنقس، شوفهم شهيتهم ما شاء الله، وهذا يدعمهم بالطاقة والبروتين خاصة بداية أول أسبوع، إذا تجاوزوا مرحلة الخطر إن شاء الله يعيشون بسلامة. هذه الفراخ الجميلة. بالمناسبة هذا الدجاج بيه عدة الألوان، من الأبيض والأسود والرمادي والبني والرصاص، الرصاصي هو البني نفس الشيء، لا تدوخنا ابو علي. هذا الدجاج وهذا صاحبي، وقلت لكم بحلقات سابقة ان الطيور اذا صارت اليفة شوية صعب تزاوجها، لكن الحمد لله والشكر ياسمين تزاوجت مع هذه الفختاية، انا مرتين شفتهم تزاوجوا وان شاء الله قريبا يبيضون. لا روح انت، هاي زوجتك، مرتين تزاوجوا وياها والوضع إن شاء الله يبشر بخير. وأنا تعمدت جبت لفختاية واللون هذا واللون الأبيض، يطلعون فراخهم جدا حلوة ألوانهم. فإذا واحد عنده طيور أليفة ويريدها الزواج لا يقرب يمها، أنا تركتها الشتوية كلها تركتهم ابتعدت عنه، بس أعطيهم الأكل أو الأولاد يعطونهم أكل ويوخرون عنهم الشباب، وإن شاء الله يزوجون. لكن إذا كلهم قابلهم يظل يخاف من باقي الطيور. إذا أنت مربي عليه، إذا كان ربيته عمره 3 أيام ومن جبت له هاي الفختاية كله يشرد من عنده، يخاف، يتعلم على البشر، ورا فترة تآلف وياها أول تعاركون، تالي بالأخير تزاوجوا ولله الحمد. والآن ننتقل إلى دجاج السمان. دجاج السمان أنا ربيته من 2012، دجاج جدا جدا جميل، شكله وهدوءه، ما يحتاج مكان كبير وما يحتاج عناية قوية، والذكر يتميز ان صدره يصير صافي، الانثى مرقط، وبعدة الالوان من الابيض والبني وكون رصاصي ايضا. هذا يتغدى على الاكل اللي هو هذا البلت، لان الاخوان يقول عندي السمان بس ما ياكل، 50% اعطيه من هذا الاكل و25% من الحشرات اللي هو السلابيح يسمونه بالعراق الدود انطيه من عده، و25% انطيه خضروات. اذا تنطيه هذه الاكل ما شاء الله البيض يظل مستمر اذا الجو عندك مناسب. هاي هسه بداية الربيع والبيض مستمر ما شاء الله، ويختلف عن السمان الصيني او السمان الملكي يصير حجمه اصغر. لاحظون هسه هذا السمان العادي اللي هو الياباني، باليابان اكثر شيء منتشر، هذا السمان الصيني او السمان الملكي يصير حجمه اصغر
والفرق الثاني هذا اللي بيدي ذكر، تشوفون بي ابيض هذا الذكر، والفرق ان هذا الانثى تجمع البيض 6-7 وتحضن عليهم وتعتني بفراخها، هذا بس بيض. امشي ولا قط البيض مالهم ما تحضن على البيض، يعني بيها ايجابيات وبيها سلبيات. من ايجابياتها انها تبيض طول السنه وتحصل بيض وافر، خاصه بالمعامل يقولون احسن ما تحضن على مدوم تبيض، احنا نقول ما تقف، وما شاء الله الخير وافر. والبيض تكلمنا عنه بحلقات سابقه انه جدا صحي ومفيد، واللحم هذا جدا جيد ولذيذ. واحد الاخوان سالني على الحمامات الطبن، هذه اتصل بي دنمارك يقول لي انا لقيت سنبل وجابه، طلع مو سنبل، وهاي داعمها واحد جيراننا بالسياره وكانت مصابه وما تطير وطاني اياها وظلت عندي. وهذا الزاجل نتمنى يزاوجون وننتظر، والله كريم. السمان ما ياخذ مكان وايد اذا واحد يريد يربيه، وقلت لك اذا ما يبيض خلي له كاب الاكل اللي قلت لك عنه، البلت 50% 25% من الحشرات و 25% من الخضار. وشوف البيض ان شاء الله بخير. واحد الاخوان يقول انا اشتريت 6 وذكرين، انصحك تشتري بس ذكر واحد و6، يعني الديوتش كلش قوي، واذا خليت الديوتش هواي الذكور راح يتعاركون، الذكر واحد كلش يكفي باقي الدجاج. هنا اذا واحد عنده السمانات او السمان الصيني بالحديقه، اذا عندك حديقه تحفر بيها تدور السلابيح، جدا صحي لهم لسلامتهم، وايضا يبيضون وينطون اكل البيض الصحي، والفوائد احسن من ما تشتري من السوق، والشركات دائما معدل جينيا. هاي الدوده السلابيح يموت عليها، وانا احفرها مسولف لكم على احد الاخوان بالقناه يقول لي شلون نعتني بطيورنا بشمس البصره، العراق كله حار لكن البصره جدا جدا حاره تموت، انا مجربها. اذا واحد عنده سلاكه احسن شيء يشجر، التشجير معروف بكل دول العالم يقلل من ارتفاع درجه الحراره، يخفض درجه الحراره اذا الشجر. ثاني شيء ما تخلي الشمس تصقع عليهم مباشره، يعني تخلي نسبة جدا قليلة تطقهم الشمس، لأن يعني الشمس بنفس الوقت ضرورية تبيتهم بالفيتامين دي، لكن التشجير جدا مهم. إذا واحد يخلي له سلاكة، وما شاء الله كم مربين محترفين شفتهم بالعراق يخلون سلاكة والزراعة التشجير هواي، خاصة الشجر الكبار يقلل من حرارة الشمس، فالسلاكة جدا مهمة. وإذا واحد ما يقدر يزرع يحاول قدر الامكان يجيب له الطيور اللي تتحمل، الذره الهنديه ما شاء الله تتحمل حراره، لكن مع الوقت ما تخلي الشمس اشعه الشمس مباشره عليهم، تخلي ظل مثل ما قلت لك قدر الامكان الشجر. هسه هاي السلاك اللي انا سويتها كلها جام، دائما دايرها كلها جام وظهرها خشب، ابد ما تناسب الدول العربيه. ليش ما تناسب؟ لان يعني هنا عندنا الشمس جدا نادره تطلع، فهذه الجام يفيد اوروبا، خاصه غرب اوروبا الجو بارد كلش يناسبهم. هسه الحساسين ما شاء الله راح تدور عليهم السنه، انا سويتها بشهر 7 وتجاوزنا مرحله البرد القوي اللي وصلت 20 تحت الصفر، والحمد لله يتحسون من الطيور اللي تقاوم البرد، فتجاوزنا المرحله. والناس يعني قالوا ما هاي مو ناجحه الفكره، لكن انا ما اسوي شيء الا ادرسها دراسه مضبوطه واستفسر من الخبراء واصدقائي الدنماركيين اتواصل وياهم، والحمد لله هسه اشوف الحساسين جاي يتحضرون، كل واحد يختار الزوجه يتزاوجون. فهذه الفكره ما تناسب الدول العربيه، تناسب اللي بدول اوروبا. مثل ما قلت لكم الفكره اعطيتكم اياها، شلون تخلي لك سلاكة بالدول العربية، التشجير التشجير. هذا بالنسبة للدود اللي جمعناه. الهندباء هاي جدا ضرورية، هاي الهندباء للطيور، الكيل للطيور ما شاء الله أشوفها بكل مكان. أنا رحت بالعراق بالبصرة، رحنا المزرعة موجودة، حتى لا يعتمد بس على البلت والكيماوي، الكل انواع الاكل تحقق ميلهم، زائد الدخن هم ياكله السمان الصيني والسمان العادي الكبير.
قدم لهم بالطريقة. الديتش نفس الشيء، نفس الدجاج العادي البلدي اللي هو يصيح للناس ياكلون. وايضا واحد يسالني من الاخوان يقول شلون خلي الباجي الانجليزي الزاود صعب؟ هو صحيح الاسترالي اسهل لكن مو صعب اذا توفر له مكان وانثى يتوالف فيها. روح لا تطلع، هذا ابو زعتر، بيئه توالف توفرها له مكان زين يتزاوجون، لكن بالبداية تصير صعوبة، بس يبيضون أول مرة بعد فتح الباب ما شاء الله والخير. هسه أنا اللي عندي ذولا فراقهم بعدهم ما يطلعون من البياضة ويذوبون مرة ثانية. حياكم الله. كانت الفختاية كلها تشرد من ياسمين، هسه وين ما يروح تروح ورا، لأنها تآلفت عليه وتزاوجون لله الحمد. بعض الأخوان قالوا اثنينهم ذكوره واثنينهم ذاية، لكن الحمد لله والشكر هي عند صاحبي كانت ابراهيم ابن عمي ونسي وذكرت تاكدنا. بعد عندنا البزونه، تعي تعي نسيمه تعي، هاي البزونه الحلو بيها كلها تفتر بالحديقه وتصيد الفيران. كذا مره شفت بحريج الفار ما شاء الله. اليوم جو حلو 15 درجه. هل نزلت للحديقة واشتغلت ورتبت؟ حتى بالحلقه مال امس لو اول امس حكيت قلت حتى ذولا السمان الملكي او الصيني ذكر واحد يكفونه اربع انثايه كل زين ويشوفونهم الوضع تمام. والبيض امس باضت وحده واليوم باضت ثانيه، ننتظرهم. هي الوحده من تعرف خلص العنقود البيض اللي ببطنها تقوم تحضن تجمع البيضات المتبعثره في المكان تحضن عليهم. والوضع تمام وما اريد نطول، خاف يصير اكثر من 15 وصاير جدا مزعج اليوتيوب. يعني انا مسوي ملكيه القناه وكل شيء مسوي، لكن اذا صار اطول من 15 دقيقه يقول لي ما مسموح، ما ادري شنو السبب. مع العلم قبل ساعه كامله انزل مقطع، هسه ما اعرف. نختم وياكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.